نقف أمام هذا الصرح مع بداية العام 2018، وذلك من أحدى مكارم آل زايد، وهذا ليس بجديد على إمارات الخير بالنظر ومسح دمعة اليتيم من شعبنا الكريم. خبز وهو المادة الرئيسية التي يطلبها كل منزل وفي كل يوم، ويجب أن تكون موجودة في كل ساعة لقضاء حاجة الناس، من أطفال، من شيوخ، من رجال، من أرامل، من عائلات شهداء. أنا عيسى شحادة، أحد موظفين منظمة الجنوب للإغاثة SRD. قمنا اليوم وبدعم سخي من دولة الإمارات بافتتاح الفرن الآلي رقم 1 في محافظة القنيطرة في مدينة القدار المهدمة. الفرن يخدم طبعا عدد آلاف العائلات في محافظة القنيطرة من أهل المهجرين والمقيمين.